بقلم رصاص بدأت قصته، رسم الطبيعة حتى احترف الرسم منذ أن كان في الثامنة من عمره. رسام البورتري والكاريكاتير أحمد عقل جاب العالم بقلم الفحم، محولاً الوجوه إلى رسومات قد لا تختلف أبداً عن الحقيقة، فهو ينقل ملامح بأدق تفاصيلها لتصبح الرسمة لصاحبها وكأنها مرآة تعكس صورته دون أي اختلاف. نتعرف عليه في قصة من الشارع الأردني.